وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، نعيش معا مع نص نثري بعنوان تربية الأبناء لابن خلدون. في البداية لابد من تعريف ابن خلدون. وابن خلدون رائد من رواد علم الاجتماع، ولد في تونس ونشأ بها وتلقى العلم على أبيه ثم على علماء تونس، ودرس علوم الدين والفلسفة والمنطق والشعر والرياضيات، ثم رحل إلى المغرب ثم إلى الأندلس ثم عاد إلى تونس ثم رحل إلى مصر واشتغل بالتدريس، وتوفي بالقاهرة عام 808 للهجرة. من أهم كتب ابن خلدون العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر. حول النص، نص تربية الأبناء لابن خلدون، هذا النص يعرض قضية التربية ومعاملة المتعلمين من القضايا التي شغلت أصحاب العقول قديما وما زالت تشغل علماء التربية والاجتماع حديثا. في هذا النص يحدثنا ابن خلدون عن كيفية معاملة الطلاب وأثر العنف في التربية وما يسببه من أضرار خلقية وخلقية واجتماعية للمتعلم. نقرأ سويا النص. من كان مرباه بالعزف والقهر من المتعلمين، من كان مرباه بالعزف والقهر من المتعلمين، حمله على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره، خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له عادة وخلقا، وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمدن، وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله، وصار عيالا على غيره في ذلك، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل. فينبغي للمعلم في متعلمه والوالد في ولده ألا يستبد عليهما في التأديب. بعد قراءتنا للنص نرى أن هذا النص يدور حول فكرتين هما: قسوة الآباء والمعلمين على الأبناء والمتعلمين وأثرها الخطير. ثانيا، نصيحة للآباء والمعلمين بعدم العنف والقسوة على المتعلمين. من اللغويات في هذا النص: مرباه أي تربيته، القهر الغلبة، الخبث الفساد، المكر والخديعة النفاق، الحمية الاعتزاز، عيالا عالة على غيره، العسف الظلم، حمله أي دفعه، انتصار امتداد، التمدن الرقي، المدافعة الدفاع، الفضائل الأخلاق. يقرر الكاتب أن أسلوب القسوة والعنف في التربية
يدفع المتعلم إلى الكذب والفساد والنفاق والتظاهر بغير ما في نفسه خشية وقوع الأذى والإهانة والعقاب عليه، حتى تصبح هذه الصفات الذميمة من أخلاقه وعاداته وسلوكياته، وهذا يجعله عضوا فاسدا في المجتمع، فيؤثر تأثيرا سيئا على المجتمع الذي يعيش فيه، فتضيع القيم والمثل العليا التي تقوم على الرقي من إيباء وعزة نفس وكرامة ودفاع عن القيم والحق وعدم الاعتماد على غيره، كما يؤدي القهر إلى الكسل والبعد عن اكتساب الفضائل والأخلاق السامية والقيم الإنسانية العظيمة. إذن القسوة والعنف في التربية يجعل المتعلم يلجأ إلى الكذب، الكذب والفساد والنفاق، ويتظاهر بغير ما في نفسه وما في ضميره خوفا من الأذى والإهانة والعقاب. هذه صفات ذميمة ستصبح من أخلاقه وعاداته وسلوكياته، فيصبح عضوا فاسدا في هذا المجتمع، وبالتالي يؤثر تأثيرا سيئا على المجتمع الذي يعيش فيه، حتضيع بقى القيم والمثل العليا، ويؤدي القهر أيضا إلى الكسل والبعد عن اكتساب الفضائل والأخلاق السامية والقيم الإنسانية العظيمة. من مواطن الجمال في هذا النص انبساط الأيدي بالقهر، كناية عن الضرب والأذى. سر جمال الكناية كما نعلم الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه. بين المدافعة عن النفس وعيالا ارتباط يبرز المعنى ويوضحه، والتظاهر وضميره ارتباط آخر. العزم والقهر كلمتان توحيان بشدة العمر، وبين المكر والخديعة اطمار بالترادف لتأكيد المعنى. كسلت النفس عن اكتساب الفضائل هي نتيجة لما سبق. وفي نهاية النص نصل إلى التعليق العام. النص مقال اجتماعي يعرض قضية من القضايا الاجتماعية، وهي معاملة الآباء والمعلمين لأبنائهم ولطلابهم. الأسلوب علمي متأدب، والألفاظ تتسم بالدقة والوضوح، والمحسنات قليلة وغير متكلفة. الأفكار فيها عمق وتحليل واستقصاء، مترابطة مسلسلة، والصور قليلة، والكاتب فيلسوف مفكر دقيق الملاحظة خبير بالتربية والتهذيب، ويتضح أسلوب الكاتب في فصاحة ألفاظه، تسلسل أفكاره، قلة محسناته والصور التالية، وأنه يفضل الأسلوب الخبري للنصح والإرشاد.